السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي ورمضانيات فلبينية. وهنتكلم النهاردة عن ماجلان ولابو لابو. قبل ما نبتدي أي شيء فلازم تعرف إن المعلومات اللي بتلاقيها على النت أو بتلاقيها مثلا على موقع ويكيبيديا، وكنت ذكرت الموضوع ده قبل كده، إن المعلومات اللي موجودة على ويكيبيديا كلها أو غالبية منها تعتبر غير صحيحة، و ده بناء على خبرة شخصية وخبرة مع تعامل في ويكيبيديا، لأن أنا واحد من ضمن الناس اللي بيوثق على ويكيبيديا، يعني بحط معلومات على ويكيبيديا وبتناقش مع المشرفين كان سابقا، يعني بعد لما قبل ما يدوني بلوك يعني، وكنت بحط ملفات وتعريفات عن ناس، عن مؤلفين، عن رياضيين، وحصل خلاف ما بيني وبين ويكيبيديا أو الويكيبيديا العربي بالذات ومشرفين ويكيبيديا العربي، وأدى ده إن هم عملوا لي بلوك مرة، وبعد كده عملوا لي بلوك مرة تانية، وبعد كده قاموا عاملين لي بلوك مرة تالتة، وبعد كده قاموا عاملين لي بلوك على ماك أدرس، وبعد كده قاموا عاملين لي بلوك على خط النت ذات نفسه، لأن أنا بحط معلومات لناس هو عايز يحط معلومات معينة، والموضوع اتضح إن هو في الآخر خالص يعني مادي، وموضوع بزنس إز بزنس، يعني ظبطني تجدني والكلام دوت. ف عرفت بعدها على طول ان ويكيبيديا بيشتغل بمزاجه، وامور سياسيه هو اللي بيحطها. لو حبيت انت تحط امور عن حاجه سياسيه مثلا منافيه لسياسه الموقع او منافيه للمعلومات فهو بيشيلها خالص. طبعا من ضمنها معلومات مثلا زي الرئيس ماركوس، هو حاطط معلومات معينه وهو مامور بان هو يحط المعلومات دي. طبعا لما تخش في الويكيبيديا الانجليزي هتلاقي اختلاف رهيب ما بين ويكيبيديا العربي وويكيبيديا الانجليزي. ويكيبيديا الانجليزي بيجتهدوا قدر الامكان ان هم يطلعوا المعلومه الصحيحه، ما عندهمش وساطه ولا عندهم شيء من اللي هو من تحت الترابيزه اللي هو الشغل بتاع، لكن العربي يمكن غالبيه عظمى بلاقي فيها حاجات ان هم الناس يعني ربنا يديهم الصحة إن شاء الله، ويكيبيديا معلوماتها ما تاخدهاش يعني تأكيد 100%، لأن 50% أكتر من 50% 70% من معلوماتهم خاطئة وبيتم تداولها كده يعني مع نفسهم. فالموضوع اللي أنا هتكلم فيه النهاردة هو موضوع ماجلان، ولأن صفحة ماجلان على ويكيبيديا العربي تختلف تماما عن ويكيبيديا الإنجليزي. ويكيبيديا العربي تم وضع الكلام اللي عليها من أوروبيين، يعني ناس أوروبيين هم اللي حطوا الكلام ده، وانت تشوف بنفسك هتلاقي تنسيقات والإعرابات أو الكتابة يعني رقيقة جدا تعبانة يعني، فتعرف ان اللي محطوط ده بأمر من ناس معينين ان هم يحطوا معلومات ماجلان ويمجدوا فيه، وبناء عليه بيتم تمجيده في كل حاجة، وتم تمجيده وضع اسمه على جامعات وعلى معاهد وعلى اشياء كتير، وعلى اقمار، وعلى اقمار صناعية، وعلى فوهة بركان في القمر، رغم ان هو شخص لا يعني مش عارف اقول ايه والله، يعني لا يرتقي بالمستوى اللي هم رفعوه بيه ده قوي، وده بناء عن الكلام اللي انا هقوله عن المصادر اللي انا جبتها. فماجلان القصة العامة تمام، انتم ممكن تقدر تخشوا وتشوفوها عادي براحتكم على ويكيبيديا على اي حاجة تعيشوا حياتكم معاها، لانها كلها قصص غالبيتها مزيفة. لكن في كاتب بريطاني اسمه فيليب، الكاتب البريطاني ده هو مؤرخ ويعتبر من ضمن كبار المؤرخين على مستوى العالم، او المؤرخين الاحياء، هم بيسموه المؤرخين الاحياء، من كبار العلماء او المؤرخين الاحياء على مستوى العالم. كتب عن ماجلان وعمل كتاب عنه كبير، هحطه في المصادر بمشيئة الله، بيتكلم عن ماجلان وفشل ماجلان. طبعا في قصص كتير لما بتيجي تدور بقى على المواقع الأجنبية أو المواقع اللي بتتكلم بالإنجليزي، بالأسباني، بالبرتغالي، بالإيطالي، بالإنجليزي، بأي، بالفرنساوي، هتلاقي طبعا ترجمة جوجل بتساعدك في حاجات كتير. فأنا مش عارف كل اللغات دي، فأنا بستعين برضو بترجمة جوجل في بعض الأحيان. ف كل المواقع دي بتختلف تماما عن المواقع العربية. طبعا زي ما انا قلت ان هو اللي محطوط في العربي ده هو محطوط بناء عن ان في ناس هي اللي عايزة تحط الكلام ده وعايزة توصل المعلومة دي بالإجبار.
فنيجي لموضوع ماجلان. ماجلان هو شخص مولود لعائلة ثرية أو عائلة نبيلة في البرتغال، وكان أهله من ضمن الناس اللي كانت بيقولوا عليهم أنهم مستكشفين، إلا أن ما فيش معلومات تثبت الكلام دوت. لكن الشخص ده في روايات بتقول أنه التحق بالعسكرية أو البحرية العسكرية البرتغالية في سن 15 سنة، وفي ناس في روايات بتقول ان هو في سن 25 سنة ان هو التحق بالعسكرية البرتغالية البحرية العسكرية البرتغالية في سن 25 سنة. فهو لما راح في العسكرية البرتغالية في سن 25 ابتدى ان هو يخش في هجمات على الهند وهجمات على جنوب اندونيسيا، ومن ضمنها اللي هو ايه السبب بقى ان هو قدر يتعامل مع الفلبينيين رغم ان ما يعرفش لغتهم، ان هو كان خطف من هناك، خطف مش اثر في معركة، لا خطف طفل من هناك ظل معاه عبد او اسير او عبد، فضل العبد ده معاه حتى دخوله للفلبين، وبعد كده انفك عن ماجلان وبقى منخرط في الشعب الفلبيني. الشخص ده كان من الملايو، كان موجود من الملايو، من قبائل الملايو اللي هي كانت موجودة في جنوب اندونيسيا، واللي كانت لغتها شبيهة بلغة جنوب الفلبين ووسط الفلبين اللي هي الفيسايس. وطبعا الملايو فيها شبه كبير جدا من بعض اللغات اللي هي موجودة هنا في الفلبين. فالشخص ده كان موجود مع ماجلان ورجع معاه للبرتغال. ماجلان اتهم ان هو طبعا دخل في غزوات او في معارك مع اهل المغرب، اهلنا واحبابنا من المغرب، دخلوا في معارك الاستعمار والكلام ده كله. بعد سقوط الاندلس كان الهاجس الكبير جدا هو تدمير اي شيء ينافي العقيدة المسيحية الكاثوليكية. وبعدها حصل بقى اللي هو النزاعات ودخول المعارك اللي حصلت، وكان ساعتها الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا عملت زي تقسيم تركة كده ما بين البرتغاليين وما بين الأسبان في المواريث للأرض، يعني كانوا بيقسموا الأرض كده بمزاجهم وبيقسموها براحتهم، فعملوا تقسيمات ب الخطوط العرضية. طبعا كانت ساعتها لسه الخطوط الطولية ما اتعملتش او ما اتحسبتش، لانه كانوا عاملينها بالخطوط الطولية، لكن الخطوط العرضية ما كانش حد لسه عارف مين ياخد مين ومين يروح عند مين ومين يروح على فين، لان الطولية اللي هي الطول وهو العرضية، انا معلش هي لخبطت معايا الامور، هي كانت متاخدة بالامور الطولية بالتقسيمات الطولية من عن طريق الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا، والخطوط العرضية ما كانتش حد لسه قسمها وحد عرفها، لأن ما كانتش حد عرف أن الأرض كروية حتى وقتنا هذا. وبعد كده في البرتغال كان ماجلان كان موجود في البحرية العسكرية وعمل غزوات كتير على الهند، وكان ساعتها الحكم العثماني حكم مسيطر على المنطقة ومناطق الهند، وكان ليه يعني كان الحكم العثماني كان متسع يعني بشكل كبير جدا. في الوقت ده حصل ان تم غزوات، ومش غزوات بقى، احتلال واستعمار للمغرب، وحصل صد ورد، فانصاب فيها ماجلان انصاب في رجله ادى لعرج مستمر. وطبعا اتهم بعدها ان هو، طبعا الكلام ده انا جايبه من كذا مصدر، اتهم ان هو كان بيبيع الاسلحة الاسبانية، لانه يعني ما خدش تعويض من الملك ملك اسبانيا على رجله اللي هي حصل لها عرج ديت وسببت في اصابة ادت للعرج، ما اخدش حقه يعني كويس جدا يعني، فامرح كان بيبيع الاسلحة اللي هي بتاعت الاسبان لاخواتنا المغاربة اللي هم المقاومين للحكم الاسباني. طبعا تم تبرئته من الموضوع ده في المحكمة الاسبانية، لكن الحقيقي بقى ان هو فعلا كان بيعمل حاجة زي كده، وبعد كده ملك اسبانيا حكم عليه بان هو صادر كل ممتلكاته، فما لقاش ليه سبيل الا ان هو يخش من عن طريق ان هو يكون قس في الكنيسة،
ودخل كقس في الكنيسة ومارس هواياته في النصب والاحتيال، وأخذ من النذور وأخذ من التبرعات اللي الناس بتتبرع بيها للكنيسة. وطبعا من ضمنها بقى الناس اللي هم التجار والكلام ده، هجيب لكم من هاخد سفينة وهعمل مش عارف ايه واروح جزيرة التوابل اجيب لكم توابل. طبعا التوابل كانت تمنها غالي جدا في الوقت ده. فالملك عرف بالموضوع دوت ويعني امر بقتله او امر باحضاره مقتولا ليه، فهو هرب على اسبانيا. طبعا اول ما دخل اسبانيا هو شخص غير معروف، فدخل في محاكم التفتيش وهو واحد من ضمن الناس اللي كان بيفتش على المية. يعني كانت الموضوع ده انا ذكرته قبل كده لكن هقوله بتفصيل دلوقتي، معلش الفيديو هيكون طويل شوية. ان هو كان بيخش في محاكم التفتيش، انت حضرتك يهودي هتتقتل، مسيحي بروتستانت هتتقتل، كاثوليكي ارثوذكس هتتقتل، ايا كان هتكون لازم تكون مسيحي كاثوليكي بس، لكن ارثوذكس اي حاجه تانية اي طائفه تانية هتتقتل. فكانوا بيعملوا لهم محاكم تفتيش وكانوا بيقضوا على ناس، قضوا على ناس كتيره جدا منهم يهود عرب مسلمين مسيحيين من طوائف تانية قضوا عليهم. كان ماجلان ده كان بسم الله ما شاء الله عليه كان ليه باع كبير جدا في محاكمة الناس وإعدامهم بأسهل مما يمكن، وكان من ضمن الناس اللي بيفتشوا على البيوت في استهلاك المياه، انت بتستهلك مياه قد ايه في الطبيخ والأكل بس، فهتستهلك اكتر يبقى انت يا اما راجل بتتوضى يا اما راجل بتستحمى. وطبعا كان ساعتها في المعتقد اللي موجود في أوروبا ان اللي بيستحمى ده راجل بيتطهر، وده حاجة كانت في المعتقد في الوقت ده في أوروبا إن هو حاجة حرام، يعني كانت من الكنيسة ذات نفسها حرام. فذاع صيته، وصل صيته حتى لما وصل لملك أسبانيا وأعطاه الجنسية الأسبانية وهو تنازل عن الجنسية البرتغالية. وراح عم ماجلان يعني لعب في دماغ الملك ساعتها وقال له أنا عايزك تسيطر على، أنا عارف النزاع اللي بينك من بين البرتغال ومن بين أسبانيا ما بين التقسيمات، انا حزبت لك التقسيمات الطولية التقسيمات العرضية للكرة الارضية، ولازم اخش من عن طريق ما يكونش تحت الحكم العثماني عشان ما يتهجمش عليا ونخسر السفن بتاعتنا، واحنا مش رايحين كحرب، احنا رايحين نستكشف المناطق ونحط نفوذنا على المناطق دي. طبعا الملك ساعتها امرح فرحان قوي بيه وكان منشكح قوي وامرح بيديله عطايا، وقام راح طالع ب 200 حاجه 47 او 274 جندي ومعاه خمس سفن راحوا من اسبانيا ودخلوا من ابتعدوا عن طريق راس الرجاء الصالح ودخلوا على اللي هو جنوب الامريكتين، ودخل على جزر هو كان فاكر ان هو رايح على جزر اندونيسيا، ويفاجأ وينصدم كان جاي بالصدفة بالبحتة، يعني ما ولا كان مخطط ليها ولا يعرفه. طبعا قبله اعاصير وناس ماتت كتير معاه، ودخلوا على جزيرة مكتان في سيبو. وبعد كده يعني هو بفكره بقى اللي هو جاي بيه الفكر الكنائسي اللي هو كل ما هو ينافي الكنيسة فهو حلال ذبحه وقتله، فناقش مع يعني اتعرف على ملك او الحاكم او السلطان اللي سيبوه او اللي هو راها همابون، وقعد معاه وقال له على المسيحيه والكلام دوت، وجاب له من نقطه يعني غبيه شويه ان احنا بنكرم الناس الكبار عندنا لكن انتم ما بتكرموش الناس الكبار اللي عندكم، ولعب له من اللعبه ديت. فالراجل يعني امن بالديانه المسيحيه، وبعد كده قال له احنا عايزين بقى ايه ننشر الديانة المسيحية على مستوى الناس والكلام ده كله، فقال له اوكي عادي مفيش مشكلة خلاص وان يعني تنشر الديانة المسيحية، وقال له انا محتاج مؤن والكلام ده، فاعطاه مؤن ما كانش فيه ادنى مشكلة خالص. فبعض الناس رفضت اللي هم كانوا بمكتان، رفضوا ان هم يدوا له عطايا ورفضوا ان هم يخشوا في الديانة المسيحية، رفضوا رفض تام. فمين اللي هم في مكتان اللي هم لابو والحكم بتاعه او الناس او شعبه شعب لابو اللي هم موجودين في مكتان؟ رفضوا تماما. فطبعا التاني اللي هو راها همابون قال له الناس ديت يعني بينه وبينهم مشاكل من زمان وهم لازم يتأدبوا لازم يتعلموا الدرس والادب والكلام ده كله، وتعالى نخش نطيح فيهم
طبعا عم ماجلان اخذ ال 270 جندي اللي معاه وامرح داخل حرق وولع في الناس وحرق بيوت وهدم بيوت واثر يعني حريم. طبعا الكلام ده خلى الناس اللي موجودين في مكتان يعني زي ما بنقول كده اتهبلت، قامت راحت طايحه وقالت بس احنا ايه، احنا كده يعني هنصفي الليله خالص. فماجلان قال لك انا معايا اسلحه ومعايا كذا ومعايا مدافع، فانا ههزم الناس دي كله. فكانش متوقع ان هو هيجيبوا له عدد جند ب 1500 جندي من مكتان، وهو كان 200 وشويه، وكان برضو عاملين النظام الحراب بتاعتهم والسهام بتاعتهم من البامبو. ما كانوش متوقعين حاجه زي كده، ما كانوش متوقعين ان في اخشاب تكون خفيفه الوزن وبالحجم ده وتكون يعني صلبه وسميكه. وبعد كده عم ماجلان قام راح داخل ومنتظر بقى الدروع ان هي تحميه. ففي بعض الاقاويل بتقول ان لابو ما قابلش ماجلان اساسا زي ما هو مذكور في الفيلم، وما الافلام بتاعت اللي هي بتحكي على القصه ديت ان هو ما قابلوش نهائيا ولا حصل معاه اي مقابله، وان ماجلان مات بسهم مسموم فقط من العشيره او شعب لابو لابو او شعب مكتان. في بعض القصص تانية بتقول لا، ده لابو لابو عمل حركه كده ومش عارف ايه، وقام راح ماسك اللي هو السكينه المشهوره في الفلبين وقام راح جايب دماغه. طبعا لما جاب ماجلان خلاص انتهت القصه، وال 1500 خلصوا على السفينه على الخمس سفن، ما فضلش منهم الا في حدود 18 او 20 واحد، يعني يقال 24 بس اللي راحوا اشبيليه في اسبانيا، هم بس 18 اللي راحوا وصلوا بعد رحله ماجلان. الا ان في قصص بتقول لا، ده كان لابو لابو، كان ماجلان هو اللي بيقول للابو لابو خش في الديانه المسيحيه، فلابو لابو رفض، فراح قال له نحن العرق الابيض لنا السلطه على هذه الارض ومش عارف ايه، وقال له قصه. والروايه دي الرساله دي لم تذكر نهائيا في اي كتب غير الكتب العربيه بس. لكن الشخص اللي كان مرافق مع ماجلان واللي كان كاتب الرحلة من أولها حتى آخرها لم يذكر كل الكلام ده، ورغم ذلك هو ما قابلش أصلا لابو لابو. وفي صور متعددة للابو لابو، يمكن كنت ذكرت أول امبارح على موضوع الوشم، في صور ده أنا من البحث الجديد بقى اللي أنا بعمل عليه بحث كل يوم، إن في صور ليه بدون وشم وفي صور ليه بوشم، في صور كامل ملابسه وفي صور بدون ملابس من الجزء العلوي، وفي صور ليه بربطة عصابة على رأسه، وفي صور ملهاش، وفي صور مطول شعره، وفي صور ملهاش. دليل إن في تخبط شديد جدا في موضوع وصف لابو لابو ذات نفسه، وهل هو كان مسلم أو كان على ديانة غير سماوية. كل ده حصل بسبب ان لابو لابو ماجلان حب يطق في دماغه ان هو يروح يجيب التوابل ويقسم اطوال الكرة الارضية، ولم يتم الرحلة بتاعته اللي هي قال عليها ان هو يعني بيدرس عندنا في المدارس ان هو اول واحد لف الكرة الارضية في رحلة بحرية، وده غير صحيح طبعا تماما. هو ولا 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 حتى وصل لنص الكرة الارضية، يعني هو لفها من اسبانيا لحد الفلبين والسلام عليكم، بعد كده كملت الرحلة مع نفسها وهو ما كانش موجود فيها. دي قصة ماجلان. هو شخص طبعا في وصف الكتب اللي هي البريطانية والإنجليزية واللي هي بالإنجليزي اللي هي الأمريكية، وصفه ان هو شخص متعجرف، لان هو كان بيعيش دور ان هو انا رجل نبيل وانا رجل من الارستقراطيين او الناس اللي هي يعني لا تخطئ ولا تحاسب في اوروبا. فهو كان بيعيش النظام دوت وبيعيش نظام الفروسية والشجاعة اللي هي مفرطة وخلاص، وضحى بناس معاه كتير وضحى باشياء كتير، وزيادة على كده ان هو قتل وسفك واغتصب ناس كتير كانوا موجودين في الفلبين في وقت لابو لابو. زيادة على كده ان هو كان محتال ويعني
نصب على ناس في البرتغال، ولما هرب وراح اسبانيا تعامل مع يعني ديانات تانية بكل عنصرية وبكل فجاجة عشان يدخلهم في الدين. فهو شخص ماجلان اخذ صيت على قلة فايدة، او اخذ صيت ما عملش بيه اي شيء. واثبت الكلام ده، وعندكم في المصادر الكلام ده، مش كلامي انا بس او مش كلامي انا، ده كلام من ناس كتير مؤرخين، ومازال منهم ناس عايشين حتى وقتنا هذا. يا رب اكون افدتكم بمعلومه، ومعلش انا طولت النهارده، ويا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، وتدعمونا في القناه، وتزورونا على كل الروابط الموجوده في صندوق الوصف، او تشاركوا في القناه بالدعم المادي من عن طريق الانتساب، او من عن طريق شكرا او ثانكس اللي هي موجوده في اسفل الفيديو. شكرا لكم جدا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.